هقول لكم النهاردة تاريخ مواجهات المنتخبين. اتقابل المنتخبين في 21 مباراة رسمية، التفوق فيها كان لمصلحة المنتخب المغربي بشكل واضح، حيث فاز في 11 مباراة ومصر في مواجهتين بس، والتعادل كان في 8 مواجهات. في بطولة الأمم لعبوا 5 مرات، فازت مصر في مباراة واحدة والمغرب في 3 مباريات وتعادلوا في مباراة. وفي تصفيات كاس العالم لعبوا 6 مرات، المغرب فازت في 3 وتعادلوا في 3 ومصر ما فازتش. وفي تصفيات كاس الأمم لعبوا 6 مرات، مصر فازت في مباراة والمغرب في 3 وتعادلوا في 2. وفي بطولة البحر المتوسط اتقابلوا 3 مرات، المغرب فازت في مرتين وتعادلوا مرة. أما في البطولة العربية فتقابلوا مرة واحدة وانتهت بالتعادل. في كل المواجهات دي نجح المنتخب المغربي في تسجيل 32 هدف مقابل 13 هدف فقط للمنتخب المصري. المباراة في الملعب واللي يحافظ على هدوءه وتركيزه هو اللي هيفوز.